أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر لجهودها الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات الأشقاء في فلسطين. وخلال تلقيه مكالمة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العام الهجري الجديد، أكد الرئيس السيسي على ضرورة الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وتم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، وكذا ضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا مع التشديد على الرفض التام لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.